بأي ذنب يعني انه بيأذوه بيعدموه اعدام. طفل زي هذا يعني بأي ذنب يعني انه بيأذوه بيعدموه اعدام. ايش عامل هو؟ حامل صاروخ وبده يضربه على اسرائيل ولا ايش بده يساوي؟ طفل هذا 14 سنة رايح يتفرج زي هالأطفال اللي بتروح، ومن حقه كمان يروح، ومن حقه يعرف انه في له ارض ووطن، ولازم طفل زاد لازم يفهم بأي ذنب هو، بأي ذنب انت بتعاقبه بتعدمه. انت لما قنصته يعني قدامه ميات الشباب ووراه ميات الشباب، ليش انت استهدف الطفل زي هذا ومن النص جبته؟ ليش تتمزمز يعني على اعدام للاطفال؟ ولا مش فاهم انا ايش اللي بيصير؟ ايش معنى الاطفال؟ يعني الطفل هذا مش من حقك انك يعني لازم يكون في انسانيه. رحت أشارك أنا وماما وأخواتي في مخيم العودة في خزاعة، رحنا نشارك مشاركات سلمية دون رمي الحجار، بس كنا بنتفرج. رحنا عشان نرجع حقوقنا اللي أخذوها من الاحتلال، أخذوا منا أراضينا، حقنا في الأراضي والمزارع تبعاتنا، حقوقنا كلها سلبوها منا. أنا حقنا في العيش بأمان وسلام كله أخذوا منا. أنا كطفلة فلسطينية أوجه رسالتي لكل أطفال العالم إنه إحنا الدولة الوحيدة المحاصرة اللي لسه محاصرها الاحتلال، لا عنا كهرباء ولا عنا حقوق، أي حقوق، ولا طعام ولا شراب ولا علاج ولا لعب، فبدنا نعيش بحياة كريمة، إنه إحنا بس بدنا مشاركات سلمية.